إذا ننتقل الآن إلى ملف الأسبوع حيث أظهرت نتائج دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيزا 2018 المعلنة مؤخرا تقدم الأردن من خلال التحسن الواضح في متوسط أداء الطلبة الأردنيين في مباحث العلوم والرياضيات والقرائية. نتائج الدراسة التي أعلنتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أظهرت زيادة في متوسط علامات طلبة الأردن في مبحثي العلوم والرياضيات بمعدل 20 درجة لكل مبحث فيما زاد متوسط أداء الطلبة في القرائيه بمعدل 11 درجه مقارنه مع نتائج دوره 2015 وفق ما اوضحه المركز الوطني لتنميه الموارد البشريه. رئيس المركز الدكتور عبد الله عبابنا ينضم الينا اليوم لمزيد من الحديث عن نتائج هذه الدراسه، اهلا وسهلا بك دكتور. اهلا فيك. بدايه اذا هي مجموعه من هذه النسب والنتائج التي ظهرت تشير الى زياده معينه، كيف نستقرئها بدايه مقارنه بالدوره الماضيه؟ مساء الخير لك ولأسرة رؤيا ولاخوه المشاهدين حقيقه الاردن بدا المشاركه في هذا الاختبار الدولي المهم نعم. عام 2006 وكما تعلمين ان الاردن يشارك في هم دراستين في العالم احدهما ما يسمى بيزا نعم. هذا يقيس قدره الطلبه في مجالات ثلاثة رئيسية العلوم والرياضيات والقرائية مه. وتشرف على هذا الاختبار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أو ما يسمى الـ دي حققنا إنجازاً وطنياً عام 2018 نعم. التي ظهرت نتائجه يوم الثلاثاء الماضي مه. لماذا إنجاز وطني مهم جداً عدد الدول المشاركة 79 دولة تصوري معي نعم أن من بين التسعة وسبعين دولة ست دول فقط تحسنت في العلوم وكانت الأردن هي في مقدمة هذه الدول الست إذا الدولة الأولى من بين 79 وسبعين دولة التي حق حققت تغيراً أو تحس تحسناً مهماً جداً في الأردن رقم واحد نعم طب ما هي المعايير التي تعتمدها هذه الدراسة في تقييم أداء الطلبة بشكل عام؟ ما يميز هذا الاختبار أنه متحرر من المنهاج بمعنى يفت أي شخص يفترض أن الطالب أو الطالبة عندما يقضي تسع سنوات في المدرسة لأن هذا الاختبار موجه للطلبة الذين أعمارهم 15 سنة نعم الطالب عندما يقضي تسع سنوات في المدرسة يفترض أن يمتلك المهارات والمعارف الأساسية نعم. التي تمكنه من الانخراط بسوق العمل بسهولة ومواكبة متطلبات العصر بما يمتلك من مهارات ومعارف هذه أهمية هذا الاختبار نعم. ولذلك هو يعتمد على مواقف حياتية حقيقية تقدم للطلبة في الاختبارات. ليس هذه الاسئلة هي من المنهاج او من الكتاب. نعم. ولكن مجموعة المعارف والمهارات التي يكتسبها الطلبة خلال سنوات حياتهم المدرسية هذا الاختبار يعطينا مؤشر مهم جدا انه هل الطلبة فعلا قادرين في هذا العمر أن يتوجهوا ويشاركوا في حياتهم اليومية بفاعلية ونشاط أم لا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إنه أداء هذ أداء الطلبة على هذه الاختبارات يعطينا مؤشرات نوعية مهمة جدا حول فاعلية وكفاية نظام التعليمي. نعم، هذا سؤالي المقبل كان حقيقة، نعم. يعني هذه الأرقام تشير إلى منحة ولكن لابد أن هذا المنحى مقابل ذلك يشير إلى التحديات الأخرى في القطاع التعليمي. 100% ولذلك نحن الآن إذا اطلعت على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، على خطة الحكومة الحالية، على رؤية الأردن 2025، فيما يخص قطاع التعليم تحديداً، هناك مؤشرات محددة، معايير محددة يجب أن تحققها الأردن. على مقدمتها هو أداء طلبتها في الاختبارات الدولية نعم ولذلك دول العالم عندما تريد أن تحكم على نظام تعليميا الخطوة الأولى حقيقة هم ينظروا إلى كيف أداء طلبة الأردن على مثل هذه الاختبارات وأولها بيزا الجهات الدولية المانحة المساعدة دول العالم الأخرى يقولون أنه فعلا أن الأردن قد حقق إنجازا مهما هذا يعكس أن النظام التربوي في الأردن يمتلك من المقومات القوية التي تجعله يتنافس مع أنظمة التعليم الأخرى في العالم. نعم ولذلك يعني في اهتمام عالي المستوى في هذه الاختبارات الدولية، وعندما أقول عالي المستوى بمعنى أنها تحظى باهتمام ملكي خاص، باهتمام حكومي واضح جدا، آه، وزارة التربية والتعليم والسلطات التعليمية الأخرى تأخذ هذا الأمر في سلم أولوياتها وتمثل هذا على أرض الواقع في عام 2017-2018 عندما وضعت الخطط الرصينة لرفع درجة جاهزية كل من له علاقة بهذا الاختبار من ولي الأمر والطالب والمشاريع والمعلم والمشرفين التربويين الإدارات المدرسية والقيادات التربوية المسؤولة في المركز وتحكيم عمليه التنسيق ما بين القطاع المدارس الخاصه ومدارس الانوار والثقافه العسكريه الى اخره ومتابعه حثيثه انذاك من وزير التربيه والتعليم اللي هو دوله عمر الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الحالي كان وزير التربية والتعليم لاحظي هذا التنسيق المحكم ادى الى نتائج مبهره حقيقه نعم وهناك اصرار حقيقه وتاكيد وكيف تتغير هذه الخطط تبعا للنتائج الصادره مؤخرا؟ الان على سبيل المثال الدوره القادمه راح تكون عندنا في 2021 نعم لبيزا ولذلك بدات الاستعدادات من قبل قبل اشهر استعدادا للدوره التي تاتي عام 2021 لأن هذا الاختبار يدخل كل ثلاث سنوات مرة ولذلك فعلا يتطلب استعدادات كبيره جدا والامر الثاني انه الان هذا التحسن المهم جدا في اداء طلبتنا وضعنا امام تحديات جديده. نعم. التحدي الجديد طبعا امام آآ آآ وزاره التربيه والتعليم والمدارس الخاصه والمدارس والمدارس الثقافه العسكريه انه هذا التحسن الان في اصرار اصرار وعزيمه على انه هذا التحسن يجب ان يتلوه تحسن اخر افضل ان شاء الله. نعم بإذن الله. باذن الله اشكرك كل الشكر رئيس المركز الوطني لتنميه الموارد البشريه الدكتور عبدالله عبابني كنت معنا في ملف الاسبوع للحديث عن نتائج البيزا شكرا جزيلا لك شكرا لك